بسم الله، عايزين نعمل فاميلي تكون عبارة عن خط مستقيم ويكون بيكتب عليها حروف زي ما كان بيحصل في أوتوكاد، ان انا بمد خط والخط ده كل ما بمده بيكتب كل مثلا كل متر بيكتب ايه 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 او اف 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 زي ما انا عايز. تمام، فهقول له انا عايز اعمل فاميلي جديدة، نيو فاميلي. انا عايز اختارها جينيريك انوتيشن. تمام، كل اللي انا اعمله فيها ان انا هكتب بس بارامتر واحد، اقول له انا عايز بارامتر، البارامتر ده هيبقى نوع تكست. تمام، هيبقى مثلا اسمه او. تمام، نوعه هيبقى تايب. اوكي تمام، طيب القيمة بتاعته اوكي. تمام، عايز ابدا احطه هنا، فاجي الكرييت واقول له ليبل واروح حاطط التكست تحت هنا. تمام، انا كده عملت التكست. طيب اعمل ايه بقى عشان اعمل اللاين؟ محتاج فاميلي ثانية. تمام، فهسيف ديت وليكن مثلا سماها باسم جين، سيف. طيب سيف، واسميها مثلا باسم او سيف. طيب عايز اعمل فاميلي تانية يكون فيها خطوط، فهقول له انا عايز اعمل فاميلي عندي نوع اسمه ديتيلز بيس لاين، فهروح نيو فاميلي. نروح للفاميلي اللي اسمها ديتيل ايتم لاين بيست. تمام، الفاميلي دي عباره عن زي ما انت شايف خط ودايمنشن، بحس يقول لي المسافه دي ممكن تحط فيها اي حاجه تكبر تظهر معاك. تمام، طيب انا هبدا اقول له انا عايز اعمل ثلاثة فاميلي، ثلاثة بارامتر. اول بارامتر فيهم تكست عاديه. تمام، ممكن نخليها انستنس او تايب زي ما انت عايز. تمام، بعد كده هقول له سبيسنج اللي هي المسافه بين الكلمه والكلمه، اقدر اتحكم فيها. تمام، خليها انستنس اوكي. وهعمل واحده تانية اسمها اوفسيت اللي هي المسافه بين اول كلمه وبدايه الخط واخر كلمه ونهايه الخط. تمام، وليكن دي مثلا 400 ودي 300. تمام، طبعا الارقام دي هتتغير لما اللينس يتغير او حسب ما انت شايف في المشروع ايه الانسب. اوكي، عايز ابدا احط كلمه هنا، فهرجع للفام اللي احنا لسه عاملينها اللي هي الاو ديت، اقول له لود انتو بروجكت واحملها في الفاميلي بتاعتنا. اوكي، هروح حاططها هنا. تمام، ممكن اعمل لها موازاه كده زي ما انا عايز، وممكن اعمل دايمنشن من هنا لهنا. تمام، طيب ديت انا عايز ابدا اخليها تتكرر، فهرجع الامر array واقول له دي اول واحده والتانية واحده. ماشي تمام، طيب اقول له من هنا لهنا او خليها اول واحده اخر واحده من هنا لهنا. تمام، طيب واقول له dimension من هنا لهنا. طيب دول هقول له ده الليبل، ده اللي هو الاوفست، وده اللي هو الاوفست. تمام، طيب ديت اجينا في edit group الاقي ده العدد دوت، فانا عايز اتحكم في العدد. هقول له ايه؟ هقول له هنا ده number of تكست، عدد تكست. تمام، وده انستنس برضو. تمام، طيب الرقم العدد ده انا عايز ابدا اتحكم فيه، فهقول له ده هيبقى اللينس على 2 في الاوفسيت على سبيس زائد 1. تمام، طيب عايزين نبدا نجرب القصه ديت مع بعض، فهبدا احملها في مشروع. طيب خلينا نرسم لاين الاول، كرييت لاين من هنا لهنا. لا هو لسه ما ارتبطش، عشان اخليه يرتبط هقول له الاين من الخط ده للنقطه دي اربطهم ببعض، ومن الخط دي للنقطه دي اربطهم ببعض. تمام، طيب
خلينا نبدأ نحمله في المشروع. هبدأ أرسم الخط بتاعي. تمام. طيب عايز أبدأ أتحكم في المسافة اللي بينهم، فهقول له السبيسنج بتاعتي مثلا خليها 900. تمام. طيب لو انا عايز اعدل اي حاجة تقدر ببساطة. طيب تقدر تشوف المسافة دي مثلا قد ايه، عايز تخليها 500 مثلا، مش همشي خالص. طيب خلينا نرجع للفاميلي تاني. الاو ديت او الاو دي جروب الاو، لو انا عايز اخلي ده يبقى عبارة عن بارامتر فهاجي هنا في الايديت. طيب هقول له الاو ديت خليها عبارة عن تكست. اوكي. فايه هنا ياخد نفس قيمة التكست. طيب قيمة التكست بكام؟ لسه مش حاجة، هخليها مثلا اس. اوكي تقدر تخليها اي تكست، يعني ممكن تيجي هنا تقول له انا عايزها مثلا ثلاث حروف اربع حروف، ما عندوش اي مشكلة خالص. تمام، يعني حسب ما انت تخلي التكست هو هيقبلها. تمام. طيب لو انا عايز احط رمز، والرمز انا مش يعني حاجة غريبة شوية، هلجأ للوورد. تمام، الوورد فيه رموز كتيرة جدا، ممكن اخدها كوبي بيست وتحط عادي خالص بدون اي مشاكل. طيب اجي هنا اقول له انسيرت، الاقي عندي هنا حاجة اسمها سيمبل، او تقول له مثلا وليكن مثلا الرمز دوت اللي مش عارف بتاع ايه، تاخده كده كوبي زي ما هو بعمله كده بكل حاجة، وتروح للريف التاني. تمام، وتيجي هنا تقول له انا عايز التكست بتاعي يكون عبارة عن الرمز دوت. خلاص يبقى هو ده اللي هيشتغل معاك. لود انت بروجكت.